السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مراحل الشغل النهاردة في شقة ناهية. طبعا أول حاجة عملناها طبعا حجرنا، وبعد كده طبعا نظفنا المكنسة، وبعدين ادينا سيلر وادينا سكينة أولى. تمام، شوية بس كده ايه معجون يشد، وإن شاء الله ندي السكينة التانية. تمام، كل الشغل كده الايه المطلوب بالنسبة للمعابر واي حاجه فيها المونيا هتيجي هتركب المونيا عملناها كلها. تمام، ده الشغل. قفلنا كمان فوق الوزر، نضفت الارضيات، طيبنا برضو الكهرباء حوالين الاجزاء اللي هي تتمعجن عشان ما تتبهدلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كده احنا خلصنا يعتبر المرحلة التانية، ادينا سكينة تانية للشغل كله، في حاجات خدت سكينة تالتة كمان. تمام، بالنسبة للمعابر دي عشان ايه قبل ما نركب الألمونيا عشان نركب على نظافة يعني. ده بالنسبة لإيه الشغل المطلوب حاليا. طبعا لسه باقي الشقة طبعا لسه تتأسس كلها، بس احنا بنعمل المرحلة ديك على أساس ايه نقفل الشقة، وبإذن الله بعد كده نبدأ في التشطيبات عشان ايه يعني كل بند بيمشي حسب الايه الشغل المطلوب بتاعه. تمام، هنا طبعا المنطقه دي طبعا كانت ضايعه خالص بالنسبه للمعبره دي، ولكن الحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى ان ايه كده تمام التمام والظبط كلها. تمام، هنا برضو كل ده خد ايه السكينه التانيه بتاعته. الجزء ده برضو هنا كده كله خلص. الشباك ده برضو والسكنتين كده وجاهز على تركيب الالومنيوم. طبعا احنا ماشيين معاكم مرحله مرحله في الشقه على اساس ان ربنا يكرم باذن الله تبقوا ايه متابعينا كل خطوات البنود اللي بنعملها. طبعا دعواتكم لينا، اللهم استعان، اللهم يتوفيق ان شاء الله.